قمنا مديرية المصالح الفلاحية بتوفير بذور الأرقان بهدف الأرقان بهدف تشتيلها بغرض بغرض انشاء مشتله مشتركه بعمل مشترك بيننا وبين المركز برعايه ومرافقه اطارات المركز لان هذه الشجره شجره الاركان تعتبر شجره موطنه بالجزائر موجوده بعديد من المناطق الجنوب الغربي للجزائر وخاصه تندوف اضافه الى عديد من المناطق الاخرى كمنطقه ستيديا بولايه مستغانم سواحل مدينه تشلف وبتجارب اخرى ناجحه من من بينها تجربة حديقة الحامة ولاية النعمة تجسيدا لتوصية السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير وترقية وتثمين شجرة الأرغان وتوحيدا للجهود للاطراف الفاعله خاصه وزاره البيئه والطاقات المتجدده وايضا وزاره الفلاحه والتطوير ايضا للتعاون فيما بين الوزارات قمنا نحن اليوم بملحقه المركز الوطني لتنميه الموارد البيولوجيه وبالتعاون مع مديريه المصالح الفلاحيه لولايه الجلفه بتجربه وهي بتجربه انبات شجره الأرجان عن طريق البذور البذور التي وفرتها وفرها وفروها لنا اطارات مديريه الفلاحه مشكورين وقمنا وبهذا الصدد قمنا بانشاء مشتله خاصه بانبات هذه الشجره على مستوى مقر ملحقه المركز الوطني لتنميه الموارد البيولوجيه بالجلفه.